بعض الناس هدانا الله إياه يتشائم يتطير. مانا يم ابن ونودي يم ابن أنا بكتي نورتو بكتي نورتو كهيف. يتوقع الشر. مانا كان كون ديو دامو هي مهبو لي مه ده بني هبتامو. يتوقع المصيبة. مانا والله محبتي مسكتي ده مصيبة هبتامو. يا إذا رأى حيوان من الحيوانات طير من الطيور يتشائم به يقول اليوم يوم شر. ستايوتي جاي دمي قط يقول والله بوبوجي كونان دي مود قط كتي نورو إن ندودي. أو يسمع مثلا صوت حيوان صوت حمار صوت كلب يقول هذا اليوم يوم شر ولا أوتي إننا هيتو باريرو ولا هيتو بابا ولا قطنغو كونانديم إن غنيال لالو دي أكاتينو غنيال لالو هندنغا كونيال البونغالني يتطير ببعض الأمكنة مانا أوتي كاتينو كان إمور نوكوليجي نوكيجي قو إيغو يقول هذا الطريق لا أمشي فيه كل ما أمشي فيه يحصل لي حادث وإن أونو كاتينو رتا وإن نقول لا والدي نميريو إما قول ووك وندو بوني هب إيلا يتطير ببعض الأزمنة يقول اليوم الأربعاء مثلا أنا لا أصنع فيه شيء أوتي إنك نياند دي مكاتينو كان إمور دي بالد قو إيغو سيفا وإن وانا جوني وانا نياند الأرباني وإن ندو دي قولتا نغل نيال لالدو يتطير ببعض الأرقام ولا نيميرو جي غو اوتي نو كاتنور هاي نيميرو جي مود ببعض الاشخاص يقول فلان هذا شر مجرد ياتي لازم تاتي المصيبه مانا كاتنور وبكر ان كاري جودي اورو ميمدا فوتو دي سونا هربوني هبيمي هذا كل هذا من الشرك الاصغر اي بي جي دو فاب كونون دي شرك شركو جي توسو كينو لا علاقه لهؤلاء بما يحدث لك كون نون اي بي جي دو نا كاتنور فاب امرا هاي هونكو دي ريندي امورديكو وني ودكون كادنا دو تتوكل على الله وتمضي ولا عليك مما ترى وتسمع ما كون نوديكو يوتو على سبحانه وتعالى يها وانا يويتو امورديكو نانتا ولا كو ييتا ولو رجع الانسان عن سفر عن زواج لانه راى او سمع هذه الاشياء فهو مشرك شرك اصغر نسال عنه السلام ساي اوتي نون كات نوري جونس تاي وني او يسفر اي بي جي دو جوري ما فالنو جومبو ده والله ما فالنو ياد سيت ياغول كونو او يلتوري سيت ياغال ماكو سابور اي بي جي دو هاي شركي شرك توسوكو المسلم دائما يتفاعل لا يتطير ما انا جول سونو سونو كويو سكيتو كو مودي وانا يوكات نور موك اكو بوني كل ما ياتي من الله فهو خير ترى ماكو يوريك الله سبحانه وتعالى دونكو مويرينو نتوكل على الله يويتو دغي الله سبحانه وتعالى وناخذ بالاسباب وان يويتو غور سانغاني يتنون سببوجي في ندون هونتوراكو اما هذا التطير ليس بسبب كوكو نكاتي نورد دون هوندا ما دون سببونو والله اعلم.